مسلسل باب الحارة في جزئه الخامس يبرز وجوها جديدة ويضع علامات استفهام حول شخصيات برزت بأجزائه السابقة، إن كانت ستعود أو ستأخذ معها الباب بعد خلعه. هكذا أراد له بسام الملا الجزء الخامس من مسلسل باب الحارة، ثكلة عسكرية لا يدخلها غريب ولا تتسرب منها أسرار، والنتيجة انتظار ملايين العرب لأحداث حارة الضبع، وهي غاية أساسية لدى مجموعة MBC المعنية بتحويل الدراما العربية إلى صناعة ناجحة وقائدة أيضا للفكر العربي. أنا الحقيقة انعرض علي كممثل دور جميل وجديد وبيخدم الحتوتة تبع المسلسل، وأنا ما بقدر أنكر، بالعكس أنا بفتخر بنجاح هذا العمل، نجاح كبير، وأنا مهتم أكون ضمن هذا النجاح. ولا نمس يا بحاجة يسود على هون شوفي ولا هون على شو يا حاج يا حاج ليلة وين يا هفة بلا دنين. يواصل مسلسل باب الحارة منذ انطلاقه قبل 4 سنوات تذكير الشارع العربي بمبادئ وممارسات أخلاقية تعرضت لتشوهات وأمراض نتيجة سلبيات قادمة من زمن الاستعمار، تلتها عقود عدة مكتظة بمبادئ رأسمالية ونكسات عسكرية، ومدن كبرى أغوت ملايين القرويين إذ تنكروا لديارهم وكثيرا من أخلاقهم. شريفي هاي الجزء أقوى بكتير من الجزء الرابع وبتاخد منحة جديد بحياتها، طبعا ما رح أقولكم شو هذا المنحة لأنه يعني مشان تتابعوا وتشوفوا، بس النهاية حلوة، نهاية الشخصية حلوة. حبيبي لوعت للروح حبيبي. تسكن حارة الضبع قطعة من كبد التاريخ العربي على بعد 120 عاما حينما كان كبار الحي يكتبون القانون الداخلي لمجتمعاتهم ويضمنون استمرار عدالته المستوحاة من أسفار الأخلاق الحميدة ورحابة كتب سماوية دون الميل لتطرف في التشريع أو التطبيق أو تحويل الاختلاف في العقيدة إلى وقود فتنة أو تمييز عنصري. أي الحارة ما بتتفتش إلا على جستي. الجزء الخامس من مسلسل باب الحارة يضم أكثر من سابقة أولى، بينها أنه أول مسلسل يعيد للحياة في الأحداث وبطريقة مقنعة شخصيات ماتت في أجزاء سابقة، وأول مسلسل يشك المشاهد بأن هذا الجزء الخامس هو نهايته الحقيقية. يا أبو حاتم في أمر من القيادة بإزالة باب الحارة. شلون؟ إزالة شو؟ أمر من القيادة العليا بإزالة باب الحارة. سعود الخلف، العربية، دمشق.